Eh oui. IFM Express. مرحبا. مجلس النواب يصادق على تنقيح قانون المحكمة الدستورية وينص التعديل على أنه في صورة ما تحصلش المترشح على الأغلبية المطلوبة ب 145 صوت يتم المرور للانتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بأغلبية 3/5. رئيس الجمهورية يعلن موافقته على الإشراف على تنظيم حوار وطني ويقول أنه باش يتقدم في الأيام الجاية بمشروع للصلح الجزائي. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل في جندوبة يدعو النواب والمنظمات لمقاطعة أشغال المجلس الجهوي اليوم للمطالبة برحيل الوالي. وزارة الصحة تتسلم 60 آلة تبريد مخصصة لتخزين تلقيح كورونا باش يتم توزيعها على المراكز الجهوية للتلقيح. وشركة أسترازينيكا البريطانية السويدية تعلن تخفيض نسبة فعالية لقاحها المضاد الكورونا من 79 إلى 76%. موعدنا يتجدد في أخبار التسعة. مازلتم مكملين مع الرافمان. مازلنا مواصلين معاكم في الراف ماغ وهات نحكي لكم اليوم قبل ما نخرج فاصل على ماركة عرفتوها واستنستوا بها. ماركة موجودة ودخلت كل كوجينة تونسية توسنين عرفناها بالمنتوجات المتنوعة كما المقرونة كما الكسكسي الفارينة بنواحة سميد وغيرهم من البرودوي دو كاليتي اللي تعودنا بهم وتقدمهم لنا رندا جديد اليوم والأول مرة في الأسواق التونسية تحب تصنف وتحافظ على صحتك. رندا خم فيك وودتك بالكانيلوني واللازاني أوبلي كومبلي. كانيلوني ولازاني أوبلي كومبلي ذاك علاش باش نسألكم كل يوم سؤال على رندا تعاونوا به المستمعين باش يربحوا عولة رمضان من إهداء رندا. سؤال اليوم هو شنو لون الباكو كانيلوني أوبلي كومبلي؟ شنو لون الباكو كانيلوني أوبلي كومبلي؟ نعطيكم بعض الاحتمالات مارون بيج أزرق أخضر ولكم حرية الاختيار. واحدة من الريبونس اللي سميتهم لكم هي الريبونس الصحيحة على ذاك مطلوب منكم باش تدخلوا على الباج فيسبوك رندا باش تشاركوا وتربحوا عولة رمضان من إهداء رندا. ما عليكم كان تعملوا جيم على الباج فيسبوك تحطوا الريبونس في الكومنتير وتزيدوا تعملوا أبونمون على الباج انستغرام وتربحوا إن شاء الله عولة رمضان من إهداء رندا. كل عام ورندا بخير كل عام وانتوما حيين بألف خير. رندا فيري جود. رامي في الرادار موعدكم معاه بعد الفاصل.